بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول ان بشكر ربنا طبعا فضله ونعمه على الواحد فيه دلوقتي مع النادي الاهلي، وطبعا بخصوص الهدف طبعا يعني بشكر زمايلي والجهاز الفني والجمهور اللي دعمني طبعا، يعني وكان الهدف ده من احلى اهداف حياتي وليه ذكريات يعني معايا تبقى حلوه قوي. يعني ممكن اقول لك على حاجه، انا دايما قبل يعني قبل كل الماتشات اللي بلعبها بقعد مثلا قبل ما انام بقعد ساعه كده اقعد اتخيل الحاجات اللي هتحصل بكره في الماتش، انا هعمل ايه في الماتش، هساعد زمايلي ازاي، زمايلي هيساعدوني ازاي، كل الكور اللي هجيلها هستغلها ازاي. فالتخيلات دي كلها، فكل ما تتخيل حاجه في بالك ففي الماتش ساعات لما بتحصل كده فانت كنت مجمعها من امبارح فبتحصل بقى، يعني زي مثلا زي الهدف ده انا كنت متخيل مثلا ان انا بجد ان انا استلم كره زي ديت كده، والله العظيم وحياه ربنا زي ما بكلمك ان انا استلم كره زي دي كده، بس مش طبعا مش نفس الكنترول دوت، يعني الكره تبقى عاليه استلمها كده واحطها ببطن رجلي في البعيده، لكن هي طبعا يعني جت من عند ربنا، توفيق من عند ربنا طبعا بطريقه حلوه جدا. يمكن طبعا يعني مش اللعيبه بس، كل الجمهور طبعا يعني كنا في حاله قلق الفتره ديت، يعني كنا لازم نكسب بصراحه، وخصوصا ان احنا خسرنا من فريق الهلال طبعا في هناك في السودان، فبالنسبه لنا كان عندنا روح ان احنا نكسب الماتش دوت ايا كان، يعني النتيجه هنكسب كام بس كنا لازم نكسب، فربنا كرمنا يعني، ولعبت طبعا عملت ماتش عالمي والحمد لله ربنا كرمنا. يمكن يعني الحمد لله ان اللعيبه بصراحه ساعدتني جامد جدا الفتره اللي فاتت دي كلها، وطبعا مساهمتي طبعا ومساعدة اللعيبة يعني ده فضل ونعمة عند ربنا بصراحة، يعني مش ككهرباء بس، لأن أنا يمكن تعبت واشتغلت على نفسي لفترة التوقف اللي أنا كنت موقوف فيها، ربنا كفيني على تعبي طبعا، وفان والدي ووالدتي يعني وأهلي كانوا في ظهري يعني الفترة دي. يمكن لحظة الإعلان طبعا هدف، أنا والله كنت نايم كان حمزة معايا في الغرفة، يعني لقيته بيصحيني بيقول لي اصحى ومصورني فيديو عنده بيقول لي اصحى انت خدت احسن هدف في افريقيا كلها، قلت له بجد والله، راح كملت لهم تاني. قابل اخواتي طبعا وليهم الفضل طبعا على اللي احنا فيه، يمكن اي لعيب بينجح في الفريق هنا في النادي الاهلي اللعيبه كلها بتبقى حواليه واللعيبه كلها هي اللي مساعده، يعني يمكن الجائزه دي انا او تاو مش بتاعتنا، بتاعت الفريق كله، الجهاز الفني ودعم الجمهور هم اللي خلانا ناخد الجائزه ديت بصراحه. يمكن الجوائز اللي النادي الاهلي كلها بيحصدها طبعا يعني حاجه كبيره قوي وفخر لينا كلنا وتاريخ بيتكتب طبعا لينا، لان انت عارف اي حد بيدخل النادي الاهلي، النادي الاهلي بيضيف له كل حاجه في حياته، ولا مهما كان اللعيب مهما كان هيعمل في النادي الاهلي ايه، النادي الاهلي هو اللي بيضيف للعيب، اللعيب ما بيضيفش للنادي الاهلي اي حاجه خالص بصراحه يعني. فالواحد مبسوط وفرحان ان احنا بناخد جوائز واحنا موجودين، واحنا بناخد جوائز واحنا موجودين في النادي الاهلي، ف تاو ان ياخد احسن لاعب في افريقيا دي بالنسبه لنا كلنا حاجه كبيره جدا، والنادي الاهلي ياخد احسن نادي طبعا في افريقيا في حاجه كبيره بالنسبه لنا، فبنحمد ربنا ونشكره على الواحد في النادي الاهلي. يمكن مستر كولر ده يعني حاجه كبيره قوي في حياتي، يمكن اثر في مسيرتي كلها، يمكن انت عارف جهزني احسن تجهيز طبعا، خلى مدرب الاحمال تيتسي طبعا ساعدني جامد خلال الفترة اللي أنا كنت موقوف فيها، والحمد لله الواحد اشتغل على نفسه كويس، والحمد لله ربنا كافئني بالبطولات وفي الملعب إن أنا أبقى كويس وإن أنا أعز بثقته، طبعا بشكره جدا على اللي هو عمله معايا، إن هو يمكن أحياني تاني في الكورة، يمكن في مدير فنيين تاني لو لقوا حد موقوف أو موقوف ماتشين تلاتة أصلا يقول لك لا مش عايزه لاعب ناس تانية، لكن الراجل كان واثق فيا جدا وكان عارف إمكانياتي وقدراتي، والحمد لله الواحد كان على قد الثقة. ما اتفاجئتش، بص يمكن انا بعد فتره التوقف دي كنت الواحد بموت نفسه، حتى لو كنت العب حارس مرمى كنت هلعب، فالحمد لله يعني كان اي مركز كنت العبه يعني كنت اموت نفسي طبعا، فالحمد لله الواحد تعب ولقى وشاف كل حاجه حلوه يعني من ربنا الحمد لله. يمكن انا شايف المنافسه مع زمايلي طبعا المهاجمين طبعا حاجه حلوه قوي، ويمكن منافسه حلوه لان اللعبه كلها كويسين ولعبه جامدين ولعبه، الأهم من كل ده إن هم كلهم نضاف من جوه، فكلنا بنساعد بعضينا، وأي حد يلعب طبعا في خدمة النادي الأهلي هيأدي، ويمكن أي حد هيلعب يكون أحسن من كهربا، الواحد هيبقى فرحان له ومبسوط له. يمكن شرف كبير طبعا لينا، حاجة كبيرة قوي إن النادي الأهلي يكون في كأس العالم، ويمكن المشاركة ليا التالتة مع النادي الأهلي، فبالنسبة لي حاجة تاريخية، وإن شاء الله هنكمل ونستمر على كده بإذن الله يعني، ونفرح جمهورنا إن شاء الله بإذن الله.
يمكن طموح النادي الاهلي طبعا وجمهور النادي الاهلي في بطوله كاس العالم طبعا ان احنا نوصل لابعد نقطه، يمكن ربنا يكرمنا والله، مش بعيده يعني على ربنا ولا بعيد عن ان احنا نكافح ونتعب، ممكن ناخد كاس العالم والله يعني، يعني مش حاجه صعبه ولا الكوره ما فيهاش مستحيل. وطبعا عند النادي الاهلي واللعيبه الرجاله اللي موجوده دلوقتي ما فيش حاجه اسمها مستحيل في الكوره، فربنا كريم ان شاء الله خير. يمكن مواجهتنا طبعا اتحاد جده، طبعا يعني نادي اتحاد جده نادي كبير ونادي عريق طبعا هنا في السعوديه وفي اسيا بصراحه، فهيبقى ماتش جامد وماتش صعب جدا، وان شاء الله يعني اتمنى ان احنا نكسبهم باذن الله يعني. يمكن جمهور طبعا جمهور الاتحاد، لا والله يمكن هما يمكن في الماتش دوت طبعا انت عارف قبل الماتش هيقعدوا يستندوني، لكن في الماتش مفيش كهرباء، فالواحد هيبقى مبسوط طبعا يعني بالاستقبال طبعا من جمهور الاتحاد لان شاف منهم كل حاجه حلوه، وان شاء الله باذن الله يعني نفرح جمهور النادي الاهلي طبعا ونكسب بقى الماتش باذن الله. والله يمكن طموحاتي واحلامي مع كاس العالم للانديه، يعني نفسي اخد كاس العالم للانديه بصراحه يعني، يعني نفسي اخد كاس العالم للانديه ونفرح جمهورنا لان هو ده الهدف بتاعها من الفتره ديت والهدف بتاع طبعا اللعيبه يعني. بس يمكن عايز بقى اتكلم على نقطه جمهور النادي الاهلي ومساندته ليا طبعا خلال الفتره اللي فاتت دي، يمكن انا يمكن عايز اقول لهم بحبهم جدا، بشكرهم على الدعم والمسانده مش غريبه عليهم. الواحد يمكن في اسعد ايام حياته ان هو بيبقى في ماتشات بيكسب ويكون شايف الجمهور بيبقى فرحان له، وطبعا يمكن زمان يعني الواحد يمكن انت عارف انا من النادي الاهلي، يمكن عارف انا من ايام زمان كنت بروح ماتشات طبعا في تلتة شمال، فبالنسبه لي الجمهور ده حاجه كبيره وانا واحد منهم، فمن زمان قوي بيساندوني يعني مش غريبه عليهم الفتره دي، بس طبعا الفتره دي طبعا كانت صعبه عليا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم باذن الله وافضل اكمل كده واختم حياتي كلها في النادي الاهلي وارجع تاني واشجع معاهم باذن الله. لا يمكن الواحد والله بص يمكن الواحد سابها على ربنا، ماشي في الحياه ديت سايب كل حاجه على ربنا وعاش بدعوات والده ووالدته طبعا وحب الناس ليا، فبالنسبه لي حاجه كبيره، فانا مش يعني انا مش هخسر حاجه لو ساعدت زميلي بيلعب مركزي او ساعدته في اي حاجه، ده بالنسبه لي ده انا افرح، وبالنسبه لي ان انا هبقى مبسوط ان انا هروح انام وانا فرحان ان الزميلي دوت بقى كويس واحسن مني، ابقى فرحان جدا. في الاول والاخر احنا كلنا بنلعب تحت شعار النادي الاهلي، فالنادي الاهلي دوت يعني الواحد يضحي باي حاجه في العالم عشان خاطر يشوف النادي الاهلي ده حاجه كبيره.